منتخب مصر الاصلح ليه مدرب مصري ولا لا؟ ومين الاقرب من وجهه نظرك؟ خليني اقول ان انا بتمنى لو مدرب مصري اتمنى ان يبقى حسام حسن، ولو حسام حسن اتمنى ان يبقى فيه دعم علشان ما ناخدش تاني تجربه الكابتن ايهاب جلال، لان ما خدش وقت، ما كانش فيه دعم، ما كانش فيه مسانده، التجربه ما خدتش الوقت الكافي علشان يتحكم عليها. فانا بتمنى كده. لو المسؤولين شايفين ان هم الافضل، ان هم عاوزين مدرب اجنبي علشان ليه حمايات مختلفه، وفي مشروع مثلا، وفي طريقه لعب معينه، وفي سيستم معين، فاتمنى ان هو يبقى الموضوع بتأني شويه، ما يبقاش فيه استعجال، علشان تشوف ايه الافضل اللي يصلح ليك، وايه المدرسه اللي تصلح ليك، وكان عندك تجربه قبل كده ما كانتش ناجحه، فما ينفعش ان التجربه الثانيه برضه تبقى نفس الموضوع، فلازم يبقى فيه تركيز وشغل اكتر وهدوء اكتر.